قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس: ومجاهد وطاووس وطحاف وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وابن علية وعكرمة وربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر خاصة من آمن من أهل الكتاب. كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيه، فقال الله: ادخلوا في السلم كافة. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. وقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة وربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا تختلف لا يختلف كلام المفسرين هنا على أن قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أن السلم هنا المراد به الإسلام، والمقصود به هو العمل بجميع شرائع الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الذي اصطفاه الله عز وجل ورضيه لعباده، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين في آيات أخرى أن من انتهج دينا غير دين الإسلام فهو غير مقبول منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. قول كافة ادخلوا في السلم كافة حاصل ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، أن كافة فيها قولين. قول الأول يعني كافة مقصود بها الإسلام، والمعنى أي يجملوا أي يعملوا بجميع شرائع الإسلام وانتهوا عن جميع زواجره. نعم، وهذا المعنى صحيح، لأن الله عز وجل عاب على اليهود فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا المعنى صحيح، هذا القول الأول أن المقصود به العمل بجميع شرائع الإسلام، وهذا معناه أن يعني الإسلام هو يعني منهج متكامل. نعم، وعلى ذلك من آمن بأن الصيام فرض، في قول لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم، قبلها بآيتين أو ثلاث: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا كان يعمل بالصيام ثم يترك يعني حكم الله عز وجل في القصاص، يبقى هو آمن بعض الكتاب وكفر ببعض. إذا كان آمن بالصيام والصلاة والزكاة ثم تحكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فكتاب الله عز وجل يسم من يفعل ذلك بأنه ظالم وفاسق وكافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. وإذا قوله في ادخلوا في السلم كافة، العمل بجميع شرائع الإسلام. القول الثاني الذي ذكره مروي عن ابن عباس، ونعم وذكر كذلك أبو حاتم عن ابن عباس، يقول كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، والمقصود يا أيها الذين آمنوا عموم المؤمنين جميعا ادخلوا في السلم. لذلك قال يشمل مؤمني يعني مؤمني أهل الكتاب، وهذا المعنى صحيح أيضا. لماذا؟ يعني كأن كافة هنا طابة تحمل على العمل بجميع شرائع الإسلام وجميع يعني أوامره، وطابة تحمل على عموم المؤمنين ادخلوا في السلم سواء منهم من هذه الأمة أو من غيرها. ولذلك وهذا أيضا صحيح، وشهده ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن يعني القاعدة هنا أنه إذا احتملت الآية قولين ولم يكن يعني ولم يرد دليل على تخصيص الآية بأحدهما، فإن الآية تشمل القولين ويكون كل من القولين صحيح، يعني ويكون كل من القولين صحيحا. فعلى ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، المقصود به اعملوا بجميع شرائع الإسلام، نعم، وتركوا جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك، ما استطاع المرء من ذلك سبيلا، وهذا هو المسلم الحقيقي. وكذلك كافة المقصود به العموم الناس ومن هذه الأمة أو المؤمنين من هذه الأمة أو يعني عموما يعني أو من اليهود أو من النصارى، كلهم مأمورون بذلك. وهذا يدل على إيه؟ هيدل على أنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين نسخت الأديان الأخرى، لم يعد فيها يعني مجال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر صحيفة من صحف التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان موسى لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولما أمر بالعمل بجميع شرائع الإسلام حذرهم من خطوات الشيطان اللي هي كل ما ناقض الإسلام، كل ما ناقض دين الله عز وجل. وخطوات الشيطان تشمل جميع المعاصي وتشمل يعني جميع ما نهى الله عز وجل عنه، كلها داخلة في خطوات الشيطان. لأن قال إنه لكم، ثم يعني نهاية الجملة تعليل لماذا يعني ينهى الله جل وعلا عن اتباع خطوات الشيطان، قال إنه لكم عدو مبين. يعني كيف تتبعون خطواته وهو لكم عدو مبين؟ إنما في آية أخرى يقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عدو مبين يعني عدو ظاهر العداوة، لا تخفى عداوته. فلذلك كيف تطيعوه وتتركوا يعني أمر الله عز وجل لكم وما أنزل عليكم هذا الدين إلا ليرحمكم به، وما أرسل عليكم رسول وصلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. فإن زللتم أي يعني هنا بعد يعني أي عدلتم عن الحق وملتم عنه، هذا معنى الزلل. من بعد ما جاءتكم البينات الآيات الواضحات على وجوب اتباع أمر الله عز وجل واتباع رسله، نعم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا فيه تهديد من الله عز وجل. ولذلك قول أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته لا يغالب ولا يدافع، حكيم فيما حكم به وفيما قضى. ونهاية الآيات يعني تهديد ووعيد،
لمن خالف أمر الله عز وجل بعد علمي بها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وجميع آيات الله عز وجل واضحات لا تخفى على يعني البصير، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله يرجع الأمور، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء في ما يشاء. وهي في بعض القراءات: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هنا يعني هذا في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، إتيان الله عز وجل للفصل بين عباده يوم القيامة. وصفة الإتيان وصفة المجيء كلاهما صفات ثابتة لله عز وجل، وتثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا في يوم القيامة ليأتي الله جل وعلا الفصل بين عباده بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة، وهنا في هذه يعني كيف يأتي الله جل وعلا، ليس لك أن تسأل عن الكيف، لا يسأل عنه بالكيف سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الآيات تثبت صفة الإتيان لله جل وعلا، والملائكة كذلك تتنزل مع نزول الله عز وجل وتسبق نزول الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. الملائكة تحيط بالخلائق يوم القيامة، تحيط بجميع الخلائق، ليس هناك متسع لأحد يخرج من بين صفوف الملائكة، تحيط بهم جميعا. ويأتي الرب تبارك وتعالى للقضاء بين العباد، ذلك يقول: وقضي الأمر، وهذا في يوم القيامة، وهذا في يوم القيامة، وهذا في يعني تهديد للكافرين، ووعيد يعني لمن يعني كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فيما دعاهم إليه. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. معذرة، الآية يقول، وهي في بعض القراءات: هل ينظرون إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. مثل هذه القراءات تعتبر قراءات تفسيرية، يعني هي مسألة التفسير، ولا 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 يثبت التعبد بها. لماذا؟ لأنها لم تثبت في العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل، إذ كان يعرضه في كل عام مرة، يعني يقرأ عليه، يعرضه يعني يقرأ عليه، ثم حتى كان العام الذي توفي فيه فعرضه القرآن مرتين. فمثل هذه القراءات التي لم تثبت في هذه العرضة، التي ثبتها الصحابة في المصحف الذي جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، فمثل هذه القراءات تعتبر قراءات بمثابة التفسير. وإتيان الملائكة في ظلم من الغمام، وإتيان الله جل وعلا في ظلم، يجيء الله عز وجل، يأتي الله جل وعلا على النحو الذي يليق بجلاله، وكذلك تأتي الملائكة كما يليق ذات الملائكة، وهي مخلوقات في ظلم من الغمام، وإتيان الله جل وعلا لا يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني لا حرج
لأن أنا القول أبي العالية أن الملائكة يجيئون في ظلم من الغمام والله تعالى يجيء فيما شاء. نعم، الظاهر في الآيات بأن الله جل وعلا كذلك يجيء في ظلم من الغمام، وكذلك الملائكة تأتي والملائكة يأتون في ظلم من الغمام، ولا حرج في يعني في ذلك، وإتيان الله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل: كم شهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم من كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر، وما كان من تضليل الغمام عليه في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت على وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيين الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبدلوا ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء الصبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط المنفق الخلف، ويقول الآخر: اللهم أعط المسيدا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فدابر ودابر للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم عشرات القرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم في مستدركه ثم قال: صحيح الإسناد ولن يخرجاه. كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان إخفاؤها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا، فبعث الله النبيين
فكان أول من بعث نوحا. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال ابن مخبر عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه في قوله: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، فاختلفوا في يوم الجمعه، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد. فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعه، واختلفوا في القبله، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للقبله. واختلفوا في الصلاه، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق ذلك. واختلفوا في ابراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعل الله حنيفا مسلما، فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذب به اليهود وقالوا لامه بهتانا عظيما، وجعله النصارى الها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، قاله ابن جرير: والله يهدي من يشاء، أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. كان الناس أمة واحدة، وكما قال ابن عباس، كما روى الامام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين ادم بين نوح وادم 10 قرون كلهم على يعني على شريعه من الحق، يعني في هذه المده كان الناس كلهم مؤمنين. ثم دب الاختلاف بينهم، ويعني دخول الشرك في هذه الامه، وبداية دخول الشرك كان من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. لذلك قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. التقدير هنا فاختلفوا في بعد أن كانوا 10 قرون على التوحيد وعلى الحق، فاختلفوا ودب الخلاف ودخل الشرك هنا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقراءات التفسيرية قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين، تدل على ذلك. وهذه كلها بمثابة القراءات التفسيرية، كما كان أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا يقرأها، وهذه قراءات تعتبر بمثابة التفسير كما يذكرنا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، تبشر المؤمنين بما لهم عند الله عز وجل، والبشارة هي الأخبار، الخبر بالخير، و يعني والنذارة يعني تنذرهم بما أعده الله عز وجل لمن خالف دينه وشرعه. لذا قال: مبشرين، تبشر المؤمنين وتنذر الكافرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، والكتب شهيدة للرسل بالحق الذي بعثوا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي وحيا أوحاه الله إلي. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأرسل الرسل ونزول الكتب ليبين الله عز وجل يعني ما اختلف الناس فيه.
ثم يبين الله جل وعلا أن الاختلاف بعد مجيء العلم دليل على الضلال، فقال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يعني بعد رسالة الرسل ومجيء وإنزال الكتب وظهور الحق للناس، الاختلاف في الحق بعد ذلك هو من البغي ومن الضلال، البغي بمعنى العدوان. لذا قال جل وعلا: وما يعني، وهذا يدلك على أن العلم قد يأتي معه بغي، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قد يكون في العلم بغي وعدوان. أنت تسمع الآن الناس من مفتي الضلالة يفتون بحل دماء المسلمين، ويفتون بأنهم خوارج، ويحضون القتلة والسفاحين على سفك دماء أكثر. هذا إنسان باغي مجرم مشارك لهم في القتل. فيعني العلم قد يأتي معه بغي، وهذا ليس علما على الحقيقة، هذا من العلم الذي لا ينفع، الذي ضر صاحبه أكثر مما نفعه. لذلك يقول الله جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. لكن الله جل وعلا يبين عنايته ورعايته بالمؤمنين، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وجميع ما حدث الاختلاف بين الأمم هدى الله عز وجل هذه الأمة لما اختلفت فيه الأمم قبلها. فيوم الجمعة يوم فرض الله عز وجل تعظيمه على اليهود والنصارى واختلفوا فيه، نعم، وضلوا عنه، نعم، فاليهود فهدى الله هذه الأمة الجمعة، واليهود يعظمون السبت ونصارى الأحد، وما اختلفوا فيه فلم يهديهم الله جل وعلا، وهدى الله عز وجل هذه الأمة له. وكذلك كما ذكر الحافظ الكثير هذا في القبلة وفي الصلاة، وكذلك في إبراهيم وفي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما اتهموا اليهود بأنه يعني قالوا عنه العظائم وكذبوه، نعم، والنصارى غالت فيه وجعلته إلها ولدا لله، وهدى الله هذه الأمة، فجعله الله عز وجل روح الله من الأرواح المخلوقة، وكلمته الكلمة التي ألقاها إلى مريم يعني وهي كلمة كن، نعم، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك بإذنه بعلمه بهم وبما هداهم له. والله يهدي من يشاء، دائما الهداية خاصة، والله يهدي، لذلك يعني المفعول هنا مذكور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دائما يدعو الله عز وجل عباده المؤمنين دعوة عامة، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الناس جميعا، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المفعول الأول في يدعو محذوف، يعني محذوف، والمفعول في يهدي مذكور ليدلك على أن الهداية خاصة. يصطفي الله عز وجل من يشاء من عباده فيهديهم إلى الإيمان ويهديهم إلى طاعته ويخذل غيرهم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وفيها إثبات المشيئة لله عز وجل، ومشيئة الله هي إرادته الكونية، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي المرض والإسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة وضحك وربيع وسدي ومقاتل بن خيام: البأساء الفقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والضراء السقم. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وانتهم امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خبال بن الأرت رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرف ذلك عن دينه، وينشط بإنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه،
ثم قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والدم على غنمه، ولكنهم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب مع ظلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: السجال، ندال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بالقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها، يعني الآيات هنا تشير إلى المحن الذي يعني يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وسورة البقرة وسورة مدنية، بعد هجرات من المدينة خاضوا غزوات مع المشركين وخاضوا حروبا بينهم، فهذه في بمثابة التسلية للمؤمنين وبيان سنة الله عز وجل، أن من سنن الله جل وعلا الابتلاء، ابتلاء المؤمنين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مثل المؤمنين والصالحين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خباب لما جاء يقول رسول الله: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ وخباب كان يعذب رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، وإنما أرشدوا إليه، أرشدوا إلى الصالحين. كان رجل يعني: ألا إنما كان خلوه، كان أحدهم يؤتى فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يخلص إلى قدمي، لا يصرف ذلك عن دين. إذن لم يدعو له النبي عليه السلام. لماذا عليه السلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السنن، والسنن لابد لها من الابتلاءات ثم تكون عاقبة للمؤمنين. لذلك يقول جل وعلا: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ممن كانوا على الإيمان، ها، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء كما ذكر السلف الفقر، والضراء المرض في البدن، وزلزلوا الخوف في القتال، يعني شدة الخوف في القتال، زلزل فيها شدة الخوف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذا يدل على إيه؟ يدل على تأخر النصر وطول المحنة وشدة الابتلاء، حتى الرسول الموصول بربه والمؤيد بالوحي يخرج منهم هذا السؤال الذي ينم عن نفوس مكلومة، كلمة بالجراح: متى نصر الله؟ هم لا يستبعدون النصر، هم لا يشكون في الله جل وعلا، لكن طال عليهم البلاء. نعم، ألا إن نصر الله قريب. ألا هنا تنبيه: إن نصر الله قريب، والجملة الإسمية وتأكدها بإن، نعم، وقرب النصر، كل هذا يدل على تحقق وقوع النصر بإذن الله عز وجل. ألا إن نصر الله قريب، قريب ممن؟ قريب ممن يصبر حتى النهاية، وقريب ممن يعني لم تروعه الفتن ولم ترده عن الطريق، قريب من الذين أخلصوا أعمالهم لله عز وجل، قريب من الذين باعوا نفوسهم لله عز وجل. نعم، ألا إن نصر الله قريب. ولذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير في حديث أبو سفيان مع هرقل، قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: فهل قتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينهم؟ قال: السجال، سجالا، يدل علينا ويعني يدل علي. فقال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة.
وهذا إن شاء الله بإذن الله جل وعلا العاقبة دائما في أي صراع محسوم لأهل الإيمان في أي صراع بإذن الله عز وجل. وإدالة الظالمين على المؤمنين إدالة غير مستقرة، لا يمكن أن يستقر أبدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني كما قال الشاعر: فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم ينصر. لكن بإذن الله جل وعلا عاقبة للمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم تفضل آخر الآيات. آخر الآيات تفضل. يسألونك قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال القاضي بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. قال ابن عباس ومجاهد: فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي صرفوها في هذه الوجوه، كما جاء الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير خشبي ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. وهذه الآيات هنا تدل على أن أفضل إنفاق يكون لذوي القربة، والإنفاق على ذوي القربة. يسألونك ماذا ينفقون، يعني معناه كما قال ابن عباس: كيف ينفقون، يعني في 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 ما هي الوجوه التي ينفق فيها المال، فبينها الله عز وجل. لكن قدم فيها الأقربين، والصدقة على ذوي القربة صدقتان، أو يعني صدقة وصلة، لذلك مقدمة على اليتامى والمساكين. واليتامى جميع اليتيم، ومن فقد أباه دون البلوغ، فإذا بلغ ارتفع عنه وصف اليتم. والمسكين من أسكنته الحاجة، وابن السبيل مر علينا كل هذا. طبعا هو المسافر العابر للطريق يعطى من المال ما يبلغه إلى بلده. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وفيها يعني حض على فعل الخيرات، وأن الله جل وعلا يصيب الناس على ذلك أوفر الجزاء. الحمد لله رب، نقف عند هذه الآيات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.